مكملين معاكم مشاهدينا سوالفنا، واكيد السوالف معانا غير. في الفترة الأخيرة يا مها شفنا ناس بيحولوا بيوتهم أو أسطح بيوتهم إلى نوادي رياضية عشان يتدربوا ويستغلوها في فترة الحجر، وشفنا مقطع لشباب سعوديين استغلوا هذه الفترة بفكرة التدريب الرياضي في سطح المنزل، ووجدت صراحة أصداء جدا حلوة وانتشار لدى المغردين. فمن هو صاحب الفكرة وإيش الرسالة اللي حابب يوصلها؟ خلينا نرحب معنا عبر الهاتف بالأستاذ محمد دغستاني. هلا وسهلا بك محمد. يا هلا وسهلا. يا هلا ومرحبا. أول شيء كلمنا عن الفكرة اللي هي فكرة بيتك ناديك، إيش هي الفكرة ومين صاحبها؟ أول شيء أحب أمسي عليك أخت ريم وأخت مها وعلى السادة المشاهدين. هلا وسهلا. أحب أشكركم على استضافتنا ودعمكم وتحفيزكم لنا. بداية أحب أعرف عننا، نحن شباب من بيت دغستاني، والدنا عبد الرحيم دغستاني. اتجمعنا، كانت بدايتنا تقريبا يعني مو فكره واحده، عده افكار كانت تندرج عن طريقنا نحن كمجموعه من الشباب. فبدانا بتمرين تقريبا داخل المنزل. حلو ممتاز. بدانا بس حسينا انه يعني المكان شويه ضيق علينا. ممتاز. حاولنا نطلب بعض المعدات لكن في صعب فيه في توصيلها، يعني اكثر الشركات رفضوا هذا الشيء او ما قدروا يوصلوا لنا هي بسبب يعني ايش، موضوع الجائحه. صحيح. والحمد لله يعني قدرنا، جات فكره اننا نطلع سطوح واننا نجهز السطوح، يعني عن طريق يعني جات الفكره من اخوي انذار. الله يسعدكم يا رب. احنا بس شايفين الولد الصغير اللي قاعد يشارككم في التمارين. الله يسعده يا رب. فمره حلو انه كل افراد العيله مع بعض كلهم بيتشاركوا وبتستغلوا هذا الوقت. اهم شيء انكم عيله واحده، يعني ما في تجمعات، ما في ناس من برا بيجوا زي كذا. لا، كلنا عيله واحده وفي بيت واحد ومجموعين مع بعض من بدايه الحجر، ولا حد فينا يخرج، حتى دوامات ما بنداوم. صح. كلنا اجازات او عمل عن بعد. يعطيك العافية محمد. يعني احنا يمكن شفنا الفيديو، جدا يحمس وجدا حلو الأشياء اللي حاطينها على الجدار والطفل الصغير الله يحفظه. لكن نبغى نعرف كيف يعني بديتوا بتصميم هذا النادي، ايش الأشياء اللي استخدمتوها، كم أخذ منكم وقت، ايش الأفكار اللي سويتوها؟ يبدو لي أنها يعني جدا مهمة في نفس الوقت جدا بسيطة، فحكينا عن التصميم. والله هي نحن شوفي فكرتنا كانت جدا بسيطة، بدأت أننا نطلع ننظف السطوح ونشتغل في السطوح. ممتاز. جاء واحد من اخواني قال الفكره انه ممكن لما نرسم على الارض بحيث اننا نتمرن بشكل صحيح. حلو. نعرف فين نحط اقدامنا وايادينا وشيء زي كذا. ممتاز. يعني الحمد لله قدرنا نرسم الارض. بعد كذا جات فكره ثانيه، هذه جات عن طريق اخوي الكبير اللي هو نضال. بعد كذا طبعا نعتمد بشكل كلي على مين؟ على اخونا صراحه، يعني مو مزح، الكد الصغير. أخونا الصغير هو الممارس للرياضة من زمان ما شاء الله، هو اللي بيخلينا يعني بينتبه لنا في ده الموضوع. الله عليك أستاذ يعني. محمد يعطيك العافية ونتمنى لكم كل التوفيق، مبادرة حلوة، وشكرا لكم أنكم جالسين تسوون شيء إيجابي للمجتمع ولنا إحنا كمان. الحين في أفكار كثير قاعد أقول إيش المساحة الفاضية عندي في البيت، لا وش راح أسوي زيهم. السطوح صار يفتح النفس بالضبط. الألوان والكتابة وبيتك ناديك والحاجات الحلوة دي أهم شيء، مرة شيء حلو هو.